حقيقة اليوم ما شاهدناه من افتتاح مستشفى الحمدانية وهو أمر مهم جدا وضروري، وجود السيد المحافظ ووجود الأخوة يعني مدراء الدوائر المدنية في محافظة الموصل بداية جيدة للنهوض بالواقع الخدمي، وخصوصا اليوم المستشفى بحاجة إلى اهتمام وبحاجة إلى أجهزة أخرى، رغم ما شاهدناه أن هناك أجهزة وهناك أطباء وهناك كادر، وخصوصا كان الاهتمام من قبل الجيش العراقي. يعني لاحظت أن أغلب الضباط وأغلب الموظفين قسم كبير منهم هم يعني عسكريين، وقسم من دوائر الصحة يعني صحة الرصافة في بغداد. نحتاج إلى كذلك أن يكون اهتمام أكبر وأن تشارك الكوادر الأخرى وتؤهل، خصوصا بعد تدميرها في محافظة الموصل، قيام داعش بتخريب هذا المستشفى وحرقه بشكل كامل. اليوم ما لاحظناه هو مفرح، صالة عمليات وأجهزة سونار وأشعة، وكذلك هناك أسرة لاستقبال المرضى. لاحظت هناك يعني تم استقبال عدد من الجرحى في الأعمال الإرهابية اللي يقوم بها داعش التكفيري. هذا العمل وبداية جيدة، ولذلك نشد على أيد السيد المحافظ والأخوة للقيام بمهامهم وواجباتهم بتأهيل الدوائر جميعا، ابتداء من الصحة والتربية والقضاء والتعليم وكل الدوائر يجب أن تقوم بمهامها، وهذه تتزامن مع الانتصارات تقدمها قطاعاتنا. اليوم قطاعاتنا تتقدم بكل المحاور وحققت نجاحات كبيرة وواسعة، وداعش بدأ ينهار وينكسر في كل القواطع. كذلك نحتاج إلى أن اليوم لاحظ السيد المحافظ الأخوة مدراء الدوائر إيد بإيد مع الجيش، ويتم إعمار ما تم تخريبه من هؤلاء التكفيريين. الزيارة للسيد رئيس لجنة الأمن والدفاع وكذلك نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع هي ليس الزيارة الأولى، وإنما زياراتهم المستمرة من بداية معارك تحرير الموصل. احنا نتأمل من كافة السادة الوزراء والسادة النواب، مو إلا أن يكونوا من محافظتنا ومن البرلمان العراقي، أن يكون توجههم هو دفع الجانب المعنوي للمواطنين والقوات الأمنية، الزيارات الميدانية المكثفة للوحدات المحررة، تعزيز رابط الثقة وإعادة هيبة الدولة من خلال زيارات السادة النواب. احنا نثمن جهود السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع السيد حاكم الزاملي وكذلك السيد النائب نايف مكيف، زياراتهم المستمرة وتواصلهم مع المحافظة في كافة القطاعات العسكرية، لكن الجانب الخدمي هو بداية إعادة البنى التحتية. سبق وأن تم تأهيل مديرية البلدية ومديرية شرطة الحمدانية، لكن من الجانب الصحي والأمور المهمة شريان الحياة هو مستشفى الحمدانية لنقل المصابين وحالات الولادة وحالات الأطفال والأمراض، وكذلك إجراء العمليات تم تأهيله بفترة قياسية، من غير المتوقع أن تعاد الحياة إلى هذا المستشفى كون من تراكم وأنقاض ومخلفات داعش. جهود وزارة الدفاع الطبابة العسكرية وقيادة الشرطة الاتحادية بتأهيل هذا المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية من سونار وضمادات وأشعة وكذلك المستلزمات الطبية الأخرى. ابتداء هذا العمل كان هناك نقل إلى مستشفى غرب أربيل. مستشفى غرب أربيل الكادر الطبي جهود متميزة، سبق وأن تم رفع توصية إلى لجنة إغاثة النازحين اللجنة العليا بتقديم شكر وتقدير ومكافأة مالية للكادر الطبي، لكن هذا العمل حاليا بعد ما ممكن أن نرسل إلى مستشفى غرب أربيل إلا للحالات الخطرة. بدأ مستشفانا يستقبل المصابين والجرحى من الجانب المدني والجانب العسكري، والحمد لله سوف تكون بداية خير. بعد هذا العمل يتم تسليم هذا المستشفى إلى صحة نينوى، ويتم انتقال الفريق إلى مستشفى القيارة لغرض تأهيله بنفس الصيغة وبنفس الآلية. شيء مفرح أنه القطاعات العسكرية تحرر وتفتح مستشفيات، شيء مفرح اليوم الجندي العراقي بدأ يقاتل وينقذ المواطن من أهالي محافظة نينوى. جاء
جهد استثنائي للحكومة المحلية في محافظة نينوى، بالرغم من الإمكانيات المحدودة والدعم الغير جيد من قبل الحكومة العراقية للحكومة المحلية في محافظة نينوى، عملت الحكومة المحلية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين. والدليل أنه اليوم الطبابة العسكرية بالتنسيق مع محافظ نينوى ومع الحكومة المحلية في محافظة نينوى تم افتتاح مستشفى الحمدانية. عتبنا الشديد على وزيرة الصحة التي لم تزر هذا المستشفى لحد الآن ولم تطلع على الواقع الصحي والخدمات الصحية لأبناء محافظة نينوى في مخيمات النازحين وفي المناطق المحررة. نتمنى على السيدة وزيرة الصحة أن ترى بأعينها ما هي الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، وعلى جميع وزراء الحكومة العراقية أن ينزلوا إلى أرض الواقع في محافظة نينوى وأن يطلعوا على المعاناة الكبيرة التي يعانيها أبناء محافظة نينوى. بالنسبة للنازحين هاي إمكانية الحكومة العراقية، لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي اليوم يقف متفرج على أوضاع النازحين في محافظة نينوى. لا سامح الله ستحدث هناك كارثة إنسانية إن لم تكن للمجتمع الدولي وقفة مع أهالي محافظة نينوى. هناك أكثر من 1,000,000 مواطن اليوم داخل مدينة الموصل يعاني من نقص كبير بالمواد الغذائية، بحليب الأطفال، بالأدوية، لكن لم نرى وقفة من المجتمع الدولي. كنا نتوقع أن نرى هناك جسور جوية لنقل المساعدات إلى أهالي محافظة نينوى. نتمنى أن يتحقق هذا الطلب.